هناك من تصل به الدرجة إلى أن يضحي بنفسه من أجل المحبوب، أن ينهي هذه الحياة من أجل محبوبه. وهذه من المعاني السامية التي وجدناها من الحبيب بين الحبيب الأعظم وصحابته. وكذلك هذه المعاني نزلت ما بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فنجدهم في حادثة الماء وإن كررناها لكن تكريم هذا الأمر جميل للمعنى العظيم الذي يحمله. هذا يقدم الماء للآخر، والثاني يقدمه للثالث، ثم يعود، وكل واحد يؤثر أخاه في شرب الماء حتى يتوفى الثلاثة يستشهدون. ما أحد منهم شرب الماء، كل واحد ضحى بنفسه من أجل تربية من هؤلاء، الذي الصاحب مع صاحبه يعمل هكذا. اليوم قد نجد ما بين الأصحاب فيما هو دون ذلك من المال من رفاهية الدنيا، يعني ما يصل لهذه ما يقول إلى هذا المرقى. صحابة النبي الذي رباهم الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانوا يؤثرون حياة الصاحب على حياتها. فإذا سمعنا من هذه الأخبار المطلوب منا أن نتأسى بها وأن نمشي على خطى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن البعض يقول أريد هذا شهادة نبي صلوات ربي وسلامه عليه، بل هو سيد الأنبياء، أنا هل يعني لا أستطيع أن أرقى إلى هذا المنزل؟ فهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم عملوا شيئا من ذلك الأمر. بعد ذلك ستجد من سير التابعين ثم ذلك بعد ذلك من تابعيهم إلى وقتنا هذا، ولا ينقطع الخير من أمة الحبيب الأعظم. يقول النبي أمتي كالمطر لا يدرى الخير بأولها أم بآخرها، فأمة الحبيب الأعظم كلها خير، لا في أولها ولا في آخرها، ولا ينقطع الخير منها. بمحمد وذويه إن الهيا جسمك فالهوى يحييه، جسد تمكن حب أحمد فيه، تالله إن الأرض لا تبنيه.